بشير بن سعيد معز الشهيد. خليه شويه. 9 مدافعين. ديلان بار هوني ديما نور راهو فاك اون ريفاميلي. ديلان بار مختصر الضالي نادر هندري ياسين الرياح يان فاليري علي عادي علي معلول محمد راجل وجد كشبيل. وسط الميدان 7 لاعبين عيسى العيوني انيس سليمان شير الجبالي ياس السيري غيلان الشعراني حنا بعب نجمي محمد علي بن رمضان. 6 مهاجمين ياس عاشوري فراس العربي هيثم الجبالي سيد الدين الجزيري عمر العيوني يوسف مساكي. في كل ليست في كل مرحله احنا في بدايه سيكل جديد لانجيكسيون تاع دي جون جوار هو مطلب هو سي اون ديسيزيون استراتيجيك. شيم جبالي هو اللاعب الوحيد من بلو 20 من المجموعه هذه اللي كان متواجد معنا في التربص هو ويان فاليري هذوما زوز لاعبين شوبان يان فاليري 22 اللي هما كانوا متواجدين معنا في التربص في سبتمبر قبل الكوب دي موند اليوم خلاو دي زامبريسيون خارقي للعاده ما نجموش لاعب شاب باش نقيموه على نجمو نختلفوا في التقييم في المشاركه نتاعو الاخيره في مع لوفا كل حد كيفاش ينجم يشوفها لكن اللي نحن هو لاعب شاب يستحق باش يكون ياخذ الفرصه نتاعو ودون في سياسه معش انجكسيون ضخ ادماج والا ادماج بعض اللاعبين بالشباب. عصام جبالي صحيح هو المهاجم الاول عصام جبالي اللي بليسي لوكات من الشهر هذا في بداية الشهر عمل اون بليسيور تاع اون ايلونغاسيون او نيفو دو كوادريسيبس حتى كش تامس واحنا الطبيب تاعنا ديما كل يوم واحنا باتصال معاه متابعة طبية ما ينجمش يكون حاضر وان شاء الله في يظهر البريستاسيون اللي دار بها عصام الجبالي في الكوب دي موند نتفقوا الكل على المستوى الكبير ان شاء الله في اقرب فرصة يرجع هو يكون كومبيتيتيف ويكون متواجد معنا. فرجاني ساسي نفس الشيء دونك سي ليتا دو فورم دو مومون قيمنا التقريب كان نشوف في كل كومبارتيمون نحكي عليه فور توت احنا من 9 مدافعين اللي كانوا متواجدين في كاس العالم ثم 8 اللي هم موجودين قاع تغيير وحيد. نفس الشيء في وسط الميدان 7 اللي كانوا موجودين في كاس العالم الاخيره ثم 6 متواجدين صار تغيير. فرجاني ساسي هو واحد من اللاعبين المؤطرين سان جوار كادر في ليكيب ناسيونال تبقى ثقتنا فيه كبيره باتصال متواصل احنا وياه ان شاء الله كيف كيف في اقرب فرصه عادي جدا في قائمه جديده في سيكل جديده باش نعطيو فرصه لبعض اللاعبين جدد. شنو راس كيما صار في الكوب دافريك كيما صار في الكوب دي موند لهذا سيكل تاع 5 جو معناتها 2 ماتش في 4 جور خيرنا باش ناخذوا 3 حراس كيما صارت العاده ديما لي 2 ماتش ناخذوا فيهم 3 حراس. حاجه باهيه السنه اللي تفرحنا كونه بور لا بروميير فوا شفنا على الاقل ثم 3 4 لاعبين 4 مهاجمين اللي قاعدين يشاركوا باستمرار ويسجلوا باستمرار كيف رفيق كامرجي كيما أسامة بوقرة لاعب الأولمبي الباجي محمد علي بن حمود اللي قاعد يرجع معناتها للنيفو تاعو قاعد ينشان لي ماتش إن شاء الله كيف كيف معناتها يحافظ على المستوى هذا هيك الشيخاوي تو نحكي عليه براتيكمون هيك كان موجود معنا في القائمة هذه إصابة هيك الشيخاوي وحكيت معه نفس الشيء حتى أسبوع كامل احنا نتبعوا فيه متابعة طبية لهيك الشيخاوي من خلال هو نحب نغتنم الفرصه حتى نزيد نهني الاتحاد المونستيري اللي شيء يفرح على المستوى اللي ظاهرين به دونك ثم بليزيور جوار اللي في الشامبيونات قاعدين يظهروا في النيفو تاعهم خيرنا باش كمرحله اولى نستدعيو هيثم الجويني كي في بارتي من المجموعه هذه تالق في البطوله ظهر بمستوى اللي يشفعلو دونك سور دوز اتاكون جبنا مهاجم ان شاء الله في فرصه قادمه يكون موجود. سيف الخاوي مصاب الشيخاوي مصاب ديلان براون كانت عنده اصابه خفيفه وبحول الله الاسبوع هذا يرجع كومبيتيتيف. 3 لاعبين هذوما اللي كانوا تقريبا متواجدين في القائمه وقع اعفائهم للاصابه وتم متابعه طبيه معهم. المنتخب قبل كل شيء ميريت منتخب باستحقاق منتخب هو ليتا فورم دي مومون ثم انويو كما حكيت دونك ثم تروازيتا ثم لا ليست الارجي اللي ناكد لك فيها عده لاعبين متواجدين ينشطوا في البطوله. تقريبا عندنا الليسته اللي عملناها توا في السيكل الجديد فيها اكثر من 55 لاعب اللي باش تقع متابعتهم بمعدل 4 و5 لاعبين في كل مركز مع 6 و7 حراس دونك بعدين نتعداو لونويو نعتقد ان كون الاستقرار هو مطلب هو مكسب وقت يشوفوا انويو 18 لاعب
متواجدين اللي يشاركوا في الكأس العالمية الأخيرة هو حاجة نفرحوا بها وهو الأوبجيكتيف تاع كل لونترينور. الأوبجيكتيف تاع ليست تاع منتخب مش نبقوا كل قائمة نعملوا تغييرات جديدة، مش هذا الأوبجيكتيف تاعنا، نبقوا على الاستقرار. لكن ليتات فورم دي مومون هي اللي تحتم علينا باش نعملوا الاختيارات. دونك اجتهادنا كون القائمة هذه في الوقت الحالي هي أفضل لاعبين اللي كانوا متواجدين. دائما في كل قائمة باش يكون ثم بعض العناصر اللي يمكن كان حقهم باش يكونوا متواجدين، هذا عادي جدا. أعطى سافيرسيون الموضوع ولا كونسومي، حكيت قلت نحترم الشخص نحترم اللاعب درجة كبيرة. الاختيار وإلا العملية اللي صارت قاسية جدا كان أن شوى تريسي بير، احترمنا ردة فعل اللاعب، كل التقدير والاحترام للاعب هذا. أنا فسرت ما فيرسيون دو فار لي شوز، فسرتها بالباهي. دونك اليوم مثلا مش علاش نرجع لصعب كبير، صعب كبير هو اللي صرح كون محبي بتاع المنتخب، نحترم قراره. سعد يبقى ابن المنتخب وإن شاء الله ربي يوفقه. رايد بوشنيبة لاعب شاب في الترجي، يقدم في مستوى ممتاز جدا، إن شاء الله ربي يوفقه الساعة مع الفريق نتاعو. كيف ما حكيت المنتخب راه واستحقاق، رايد بوشنيبة يكون عنده تقريبا ديزون ديبيو دي سيزون هذه 7-8 ماتشات كي لا انشيني ماتش مع الترجي الرياضي التونسي، لازم ياخذ وقته. ظهر مؤشرات ايجابيه، هو موجود في القائمه الموصله للمنفعه اللي موجودين. لكن زاد كيف نحكيو على كشريده، محمد الدراغر، يام فانيري، هذوما لاعبين في المركز نتاع حمزه المثلوثي اللي ما يفوتوش برشا زاد في العمر. اليوم كان تبع حتى اللي صاير على مستوى العالم، الموين داج تاع 28 و 30 و 32، اليوم نشوفوا في نعطيك انا الموين تاع لي جوار اللي ياخذوا الروتريت نتاعهم ولا اللي قاعدين يخرجوا، نشوفوا تغيرت المفاهيم. اليوم لاعبين اللي ياخذوا في افضل، اذا كان نشوفوا الصاحب اخر كاس شو اسم اخر بالون دور بنزيما في عمر 35 سنه، نشوفوا ميسي خذا كوب دو موند وهو في عمر 37 سنه، كريستيانو رونالدو. دونك هذا على المستوى العالي. دونك الفاكتوراج بالنسبه لي اي تبع فيك، اما نحكي لك على الموين داج اللي موجود على المستوى العالمي، ما تنجمش انت شنو هو الكريتير تاعك، لا بيرفورمانس هي اللي تحكم. ما نجمش نجي اليوم نحرم لاعب فقط لانه عمره 32 سنه. كيف تبدا لي جي دو لي وتبدا البيرفورمانس تاع اللي عمره 32 و 33 سنه، انا نجم نعطيك دي دوني لي تيست فيزيك اللي عملناه اللي تحكي عليه مثلا قبل كوب دي مون، عملنا اون باتري تيست في اعلى مستوى لي مايور بيرفورمانس تقريبا عند لاعبين اللي اعمارهم 33 و 32 سنه. دونك ماهوش فاكتور ديتيرمينون، صحيح نشاطرك الراي كون انجيكتي دي جوار، هذا من الاهداف تاعنا قاعدين، لكن انجيكتي دي جوار سي با فورسيمون باش نشيو 7 و8 نحطوهم فرد وقت قاعدين. اليوم عندنا دو جوار جدد اللي هما يان فاليري 22 اللي هما شيم جبالي 18، كيف نشوفوا الياس العاشوري 21، انيس بن سليمان اللي نحكي عليه انت 21 عامل كوب دافريك كوب دي موند، حنا بعد مجبري 20 عامل كوب دافريك كوب دي موند كوب اراف، محمد علي بن رمضان 23 سنه. دونك هذوما دي جوار بداو ياخذوا في ستاتيو. منتصر الطالبي 24 سنه. عندنا انويو تاع 18 لاعبين. اليوم كيف نقول من المكتسبات تاع المنتخب كونه عندك لاعبين في العمر هذا عاملين دو كوب دافريك وعاملين كوب دي موند وعاملين كوب اراب، يظهر لي هذا مكسب مهم جدا. لكن لانجيكسيون تاع دي جوار جون ما يعنيش بالضروره اليميناسيون تاع دي جوار كادر. اللاعبين هذوما اللي ذكرتهم انت، معتز زردان، على غرام اللي ذكرتهم كل ديجا ان سيرتان مومون كانوا موجودين معنا في الكيرين كاب، على غرام كان موجود معنا في جوان. دونك هذوما اللاعبين اللي سبقت وانتموا للمنتخب هما موجودين في القائمه. وقت اللي نشوف باغ اكزومبل لاعب كيما على غرام هو اللي اون كونكيرونس مع كاتراكسيو، نادر الغندري، ياسين مرياح، ديلان برول، بلوس منتصر الطالبي، سي دو لا كونكيرونس، إلى لو نيفو سارتينمون، إن شاء الله هو موجود في القائمة يمكن رقم 5 رقم 6 يكون موجود، لكن ديما تفكيرنا فيه هو في بعض اللاعبين الشباب، نشاطرك الرأي، لكن ديما نرجع للانتيغراسيون تاع دي جون جوار، راهي ألسوفي، معناتها واحدة واحدة ما نجموش نعيطوا لثمانية وتسعة ملاعبية تو دان كو، ألور كو احنا اليوم رانا في كومبيتيسيون أوفيسيال. الشرف لي ويفرحنا كل اذا كان عادل السليمي راه كونه اليوتيليتي تاع الساعه قانونيه اسكو معناتها في جورني في فار باش تعيط له في الليكيب نتاعو ثم اجراءات قانونيه لازم الكلوب نتاعو يسيبو في الفتره هذه مهم جدا. لكن اذا عادل السليمي راه اللي حنا بعد مجبري يعاون في الجروب نتاعو هذا يبقى الشوا نتاع عادل. يان فاليري في المركز نتاعو نعرفوا يان فاليري في انجي
فريق اللي يلعب 3 اكسيو يلعب اون 3 5 2 براتيكمون جوار قادر البروفيل تاعو كيما الحدادي اغاش كيبدا معانا ينجم يكون اكسيال في ديفونس 3 كيما ينجم يكون ان اريير لاتيرال في ديفونس 4 دونك سي لو جوار ديكيليبر بالنسبه لنا احنا يعطينا حلول كو سوا في الاكس كو سوا على اليمين هذه بريزونطاسيون تاعو ما احنا كيفاش باش نستعملوه بعدين تو نشوفوا البارح بركة أنا وياه نفس الشيء بلال باتصال مستمر هم موجودين في القائمة كيف ما حكينا ثم منافسة وهذا شيء فرع نعرف دي شوية تروسي بار بلال كان متواجد معنا في كأس العالم الأخيرة الحدادي كيف ما حكيت سردام مو على مثلوثي قلت تظلم في كأس العالم نفس الشيء حدادي بالنسبة لي أنا كسوة في كأس العالم وإلا في القائمة هذه قريب برشا يستحق المكان نتاعو بكل صراحة بعدين سيدي شوية أنا لازمني نختار أربعة مدافعين حواريين معناتها كاتراكسيو اخترنا هذوما شفنا توا لي بلوزون فور مش معناتها الحدادي كي ينجم يكون اوتوماتيكمون في مكان واحد من هذوما نعطيك الليست الكل لكن اللي ناكد لك هيكل الشيخاوي كان ما جاتش الاصابه كان موجود معنا في القائمه بصفه رسميه حسام القاع موجود في الليست الارجي ومن عنده اكثر من زوز مواسم متالق ونتبعه فيه دونك في بارتي من الليست الارجي نفس الشيء زياد العلوي ستان جون جوار كيف ما حكينا هو ديجا تو في الاتحاد المنستيري ستاتيو تاعو لي با جوار شوا تاع لونترينور بيان سور تيتولار ابارونتي دونك يدوا كونفيرمي النيفو تاعو اي لونشين لي ماتش ديما نحكي راهو لا بيرفورمانس في ايكيب ناسيونال راهي تمشي في الجاهزيه والاستمراريه مرينا جوار كبار اوفونسيف مرينا مارير غوش في نطاق الكونكيرونس اليوم عندنا بيرفورمانس كبيره من علي العابدي وعلي معلول يقدموا فيها دونك ثم استقرار في المركز هذا لكن مرتضى من الناس قريب برشا كيف ما حكيت نحب ديما نعطي المعلومه اللي انا متاكد منها نصور منها نعرف اللي ثم اتصالات ثم مجهودات كبيره ثم توت اون سيلول اللي الخيال مسؤولين عليها سي محمد سليم بن عثمان يقوم بعمل كبير برشا في الاتجاه هذا ثم عده لاعبين وقع الاتصال بهم اونتر اوتر الغربي والا الشرميدي والا عده لاعبين دونك اليوم لو دوسي هذا جو بريفير هو يتكلم عليه لكن نعرف ان ثم اتصالات متواصله ان شاء الله اهم شيء اللاعبين هذوما تكون عندهم الرغبه وما نساوش راهو مهم جدا راهم لاعبين عمرهم 18 سنه 19 سنه دونك كونه ياخذ وقت دو ريفليكسيون باش يخمم باش ياخذ وقته باش ياخذ قرار مصيري في لا جيستيون تاع اون كارير سبورتيف احنا نراو للمنتخب نظرتنا انتماء وفخر وحبنا لتونس هذا عادي جدا بالنسبه للاعبين اللي متكونين لبرا الثقافة نتاعهم المنتخب بالنسبة لهم يدخل في البروجي سبورتيف يدخل في طريقة التفكير اللي هو يدخل في الجيستيون تاع الكارير سبورتيف نتاعو دونك ان شاء الله ياخذ وقتهم وان شاء الله يكونوا موفقين وينتميوا للمنتخب بحول الله. الحمد لله قبل كل شيء اليوم الثلاثة في تفارم مهمة جدا يمروا بفترة ممتازة وهذا مكسب ما نساوش زاد معز حسني في بارتي من المجموعة هذه ثم حراس قليل صدق الدبشي معز الدمرجي دونك ثم نوايو تاع حراس شبان وحراس كونفيرمي الياس خليتك الياس الدمرجي دونك احنا ثلاثة واربع شهور تاني الديبال كل ما عندناش حراس في تونس الحمد لله في ثلاثة شهور يضر المدربين تاع حراس خدموا على رواحهم ان شاء الله مكسب المنتخب هذوما ثلاثة حراس عندنا فيهم ثقة نفس الشيء اللي ماهمش موجودين اليوم ان شاء الله يكونوا موافقين ويكملوا في التألق نتاعهم هذا بل كاس العالم على خاطر سي اون كومبيتيسيون اللي باش تدوم سا ايتي دوموندي لكن اليوم سور دو ماتش توتي بوسيبل ثلاثة حراس 25 لاعب اللي موجودين كلهم ينجموا يكونوا دي تيتولير كونفيرمي عندنا فيهم ثقة معناتها إذا كان قال أنا في مخي باش يكون هو الأولاني ويعمل لا قدر الله خطأ باش نبدلوا اختيارنا مشكة أون ريزون لا بيرفورمانس على طوال على موسم كامل بيريود هذه شفنا اللي معز بن شريفيه قدم مستوى لو نيفو تاع كومبيتيسيون في الشامبيونز ليغ اللي يلعب فيه والمستوى اللي ظهر به كان ديسيزيف مع فريق نتاعو نفس الشيء كانوا محظوظين بشير بن سعيد كما تحكي نشوفه يلعب في الكاف يلعب في مستوى كبير جدا دونك يقدم في مستوى كبير دحمان اللي دون لا كونتينيتي وكل معز حسن على خاطر ما لعبش كومبيتيسيون بالنيفو هذا لكن زاد كيف كيف اللي اون تران دو كونفيرمي مع الكلوب افريكان هذه السياسه تاعنا اليوم ثلاثة حراس هذوما شفناهم هما اللي باش يكونوا متواجدين عندنا ثلاثة أربع حراس أخرين موجودين ديما في السويبي تاعنا إن شاء الله ربي يوفقهم الشواء تاع الجارديان اللي باش يكون متواجد ضد المنتخب الليبي متواجد في أذهاننا من قبل مش موجود